يؤمن سكان القارة الإفريقية بمثل قديم يقول: إذا أردت الذهاب سريعا اذهب وحدك، وإذا أردت الذهاب بعيدا فلنذهب سويا. 34 دولة إفريقية متواجدون هنا في مصر شرم الشيخ لمناقشة مستقبل إفريقيا الاقتصادي. التقينا عدد كبير من ممثلي القارة الإفريقية الذين أكدوا على ثقتهم في مصر وقدرتها على إنجاح وتوحيد كل الجهود. المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي يقام تحت شعار التكامل من أجل النمو خلال الفترة من 11 إلى 14 من يونيو الجاري، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد كبير من الوزراء في الحكومة المصرية ووزراء ورؤساء الهيئات الاستثمارية في 34 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية. أود في البداية التوجه بالشكر إلى الدولة المصرية وممثلي هيئات الاستثمار المصرية والتي قامت بدعوتنا للحضور إلى هذا المنتدى الهام. السبب الرئيسي لتواجدنا هنا هو المشاركة في هذا الحدث الضخم، والذي نتوقع أن يساهم في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دول القارة، وهذه فرصة جيدة لنا والمنظمة التي ننتمي إليها بالتواجد والمشاركة وتبادل الخبرات ووجهات النظر، وخاصة مع القطاع الخاص المصري في محاولة لتسويق المشروعات التي تخصنا والتي تهتم بصغار المستثمرين، وأن نحاول جذب المستثمر المصري إلى القارة الإفريقية كلها. أنا سعيدة بالتواجد هنا، وأنا استلمت مهام منصبي منذ فترة قصيرة للغاية، وهيئة التنمية والاستثمار في ناميبيا تم تأسيسها في يناير من هذا العام، وتوليت مهمة رئاستها. وتلقي الدعوة للحضور إلى هنا فرصة هائلة لنا للتعلم والمعرفة وتبادل الخبرات، وأن نملك قدرة لمقابلة المستثمرين، ونحن أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وهذه فرصة عظيمة لتفعيلها والاستفادة منها، وخاصة الاتصال مع مستثمرين مصريين للاستثمار في ناميبيا. هذه لحظة مختلفة، نحن الأفارقة العاملين في مجال الاستثمار، وفرصة عظيمة أن نجتمع هنا ونناقش كيفية تفعيل وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات الإفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وبعضها البعض. وعلينا الاهتمام بشكل أكبر بالبنية التحتية، وعلينا مناقشة هذا المحور خلال أيام المنتدى، وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين دول القارة، وهو الأمر الذي سيوفر الكثير من النفقات لكل دول القارة. المنتدى هام للغاية، لأننا جميعا ننتمي إلى القارة نفسها، ولدينا اتفاقيات للتجارة الحرة، لكن إذا نظرنا إلى حجم التبادل بين الدول القارة وبعضها البعض سنجد أقل من 5%، وربما يصل في بعض الحالات إلى 16%، وفي كل هذه الحالات الأرقام ضعيفة للغاية. بالتأكيد هناك الكثير من الخطوات التي نستطيع اتخاذها لتعزيز وتفعيل التعاون بيننا، وبالتالي هذا المنتدى في غاية الأهمية. وبصفتي عضوا في مؤسسات هيئات الاستثمار الإفريقية، نحن نقدر ونعظم هذا المنتدى حتى نستطيع الحديث مع بعضنا البعض، ويجب أن يكون هذا العقد هو عقد القارة الإفريقية في العالم كله. القارة الإفريقية ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة، وتضم بين أحضانها مزيجا فريدا من الخصائص والموارد الطبيعية، إلا أنها لا تزال الأكثر فقرا بين قارات العالم، حيث يعيش فيها 70% من فقراء العالم. لذا الاستثمار والتنمية في القارة الإفريقية أصبح أمر حتمي. من المهم جدا التواجد هنا ليس لبحث فرص الاستثمار داخل القارة الإفريقية فقط أو في موزمبيق بلدي فقط، بل في كل القارة والتعاون بين دولها المختلفة. ونحن هنا لطرق كل الأبواب وفتح الأبواب المغلقة أمام المستثمرين الأفارقة. هذا هو وقت إفريقيا، وعلينا استغلال الفرص المتاحة الآن. ورجال الاستثمار هم أدوات الحكومة القادرة على ضخ الإنتاج وتحريك حركة الاستثمار، واجتمعنا هنا في شرم الشيخ من قبل، وتحديدا في عام 2015، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاستثمار في إفريقيا. واجتماعات الكوميسا وسوديك والاتحاد الإفريقي، نحن في حاجة للإسراع، لأن إفريقيا تسابق الزمن للحاق بالعالم،
وخاصة بعد جائحة فيروس كورونا. علينا إعادة التفكير في مستقبلنا واعتمادنا على أنفسنا. نحتاج إلى تغيير منهج تفكيرنا وعدم التفريط في مواردنا الطبيعية والاتجاه نحو التصنيع وإضافة القيمة المضافة. العلم والمعرفة هما الأساس، وعلينا النظر إلى تجربة اليابان، وهي بلد بلا موارد تقريبا على عكسنا نحن في القارة الإفريقية، فنحن نملك كل الموارد اللازمة للصناعة والنهضة. شكرا لفيروس كورونا، لأننا الآن قادرين على صناعة ما كان يصنعه الآخرون من أجلنا. أود في البداية أن أشكر هيئة الاستثمار المصرية والحكومة المصرية على تنظيم هذا المنتدى الرائع ودعوة دولة جنوب السودان للمشاركة. هذه فرصة لنا جميعا للمقابلة والتشاور حول المستقبل، وخاصة في مجال الاستثمار بين البلدان الأفريقية. وعلينا الاعتراف أننا نملك مشاكل في المعرفة والمعلومات، وهو الأمر الذي سوف ينتهي بمثل هذه الاجتماعات والمنتديات التي نستطيع من خلالها أن ننظم ونعظم مواردنا. هذا شرف عظيم أن نتواجد هنا في شرم الشيخ على الرغم من فيروس كورونا، وأن يتواجد في مصر هذا العدد من البلدان الإفريقية ما يقارب 37 دولة وهيئة، فهذا أمر عظيم. والحديث عن مشاكل التمويل والاستثمار أمر مهم للغاية ولكل الدول المشاركة. التواجد في مصر مصدر سعادة كبير، فهي بلد جميلة والاستقبال كان أكثر من رائع. نحن سعداء بالتواجد هنا، فنحن كأفارقة في حاجة إلى مزيد من العلاقات بين بعضنا البعض ونقاش فرص التجارة والاستثمار، فهذا هو الطريق الوحيد نحو النمو. من المهم جدا التواجد هنا وبحث فرص التعاون والتفاعل بيننا. نحن جزء من منظمة التجارة البينية الحرة في إفريقيا، ومن المهم الحديث حول مستقبل الاستثمار، لأنك إن لم تستثمر فسوف تعود للوراء. لذا من المهم أن ننظر جميعا إلى المستقبل، أي أن ننظر إلى الاستثمار. أكثر من 1.5 مليار نسمة بنسبة 60% من الشباب في عمر أقل من 25 عاما، وهو ما يمكن ترجمته لقوة منتجة ومستهلكة هائلة، لكنها لازالت في حاجة إلى تحرك حقيقي وجاد لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للقارة. أحمد بيومي لبرنامج على مسؤوليتي.